فن المحاورة، وهذا الحقيقة ما هو بسهل، يعني لا في إصابة المعنى ولا إيجاد البحور ولا كيف بدأت هذه الموهبة؟ والله الشيء هذا سبحان الله كان يعني موجود عندي من وأنا صغير، كنت يعني متابع للمحاورة، يعني ممكن من فترة الابتدائي وأنا طالب في الابتدائي كنت متابع للمحاورة، يعني ما أحب ما ينزل مثلا وتكون محاورة إلا أسمع الشريط، هي لأني يعني استقر بي الحال وجدت نفسي شاعر يعني من أيام ما بعد خلصت الثانوي. من الشاعر اللي كان له دور في أنك تحب شعر المحاورة؟ أنا كنت متأثر، سمعت المحاورة بعد ما سمعت الشاعر المرحوم نواف عازمي الله يرحمه، سمعت له كذا محاورات مع الشعراء، فجلست أتابع المحاورة، كنت متأثر يعني بنواف الله يرحمه، إلى أن يعني مع الوقت كنت صرت أتأثر بأي شاعر، يعني شاعر جزل وشاعر محاورة حقيقي لو من الشباب الصغار، يعني أثر يعني ما علي وأثرني أتابع الشعر هذا أو أتابع الشاعر، يعني ما هو شخص معين يعني. طيب كيف جت فكرة المشاركة في المسابقة؟ والله فكرة المسابقة يعني أو المشاركة في المسابقة ما كنت والله أدري، كلمني واحد يعني من الشباب الله يجزاه خير، يعني يحبون لي الخير، وقال أبيك تشارك، وكنت والله متردد، ودخلت على رابط وشاركت. بعد فترة اللي يدقون علي قالوا اللي هو المقابلة في جدة، وقابلتهم مثل ما تكرم أخوي بركة، صار فيه يعني أخذوا منا 40، النظم أخذوا 80، إحنا المحاورة أخذوا منا 40، صار فيه اختبارات يعني لنا في جدة، وطلعت مع 12 ولله الحمد. تستاهل تستاهل، عافية الله يجزاك.